جزئية مهمة للصف السادس استخدام عبارات التوكيد اللي هي بتقوي الصفة أو الفعل. من أهم الحاجات اللي بستخدمها عندي so و really و very، بستخدمهم لتقوية الصفة، يعني عشان أزود درجة الصفة، يعني very happy، very expensive، really excited وهكذا. طيب ايه الفرق في الاستخدام so و really و very؟ so و very زي بعض بالظبط، الاتنين بيقوي معنى الصفة، وريلي نفس الكلام بتقوي معنى الصفة، ولكن ريلي بتزيد عليهم ان هي بتقوي معنى الفعل او بتقوي استخدام الفعل. يعني مثلا ريلي لايك، ففي الحالة دي ما ينفعش استخدم فيري لايك، لا ريلي. يبقى اللي بتزيد استخدام ريلي بيزيد على استخدام سو فيري ان هي بتقوي الفعل. اما كلمة، نيجي بقى لاستخدام كلمة at all. at all معناها على الإطلاق، بستخدمها لها استخدام مميز اللي هو في الجملة المنفية، لازم تكون الجملة منفية وبتيجي في نهاية الجملة المنفية. طيب برضو كلمة quiet، quiet معناها إلى حد ما، هي أنا بستخدمها مع الصفة ولكن بتضعف لي ما قوة الصفة، يعني لما أنا ما بحبش الحاجة قوي أو الصفة تكون ضعيفة عندي فبقول quiet، زي quiet good، quite happy وهكذا. يبقى كده عرفنا استخدام so و really و very لتقوية درجة الصفة، really بتزيد عليهم لتقوية الفعل، يبقى really بتبقى بتستخدمها مع الأفعال ومع الصفات. at all بستخدمها في الجملة المنفية، quite بستخدمها مع الصفات ولكن لإضعاف الصفة. ركز على الجزئية دي وهنحل عليها دلوقتي سؤال التصحيح. الجزئية المهمة التانية اللي معايا اللي بأكد عليها للصف السادس اللي هي الأفعال اللي تتبع بفعل ing، زي enjoy، hate، stop، imagine، continue، like، finish، prefer. كل الأفعال دي لو استخدمنا وراها فعل، الفعل بيبقى بيتبع ing، زي ما احنا شايفين كده في الجزء بتاع التصحيح. she enjoys يبقى playing، زي finished painting، we imagined flying وهكذا. هنحل عليها دلوقتي سؤال التصحيح ونشوف الأسئلة بتيجي في الكوريكت ازاي. تعالوا بقى نشوف مع بعض، لو جالي جزئية تصحيح على القاعدتين دولت اللي احنا شرحناهم هتبقى تجيلي ازاي. I really love، طبعا love بتتبع بفعل ing يبقى making، واخد بالي لو الفعل منتهي بإي بشيل الإي واحط الing. The house is quiet beautiful، جايب لي quiet اللي هي معناها هادئ، انا عملتها كويت اللي هي الى حد ما، ما نتلخبطش ما بينهم، الى حد ما اللي هي الاي في الاخر، اما التانية دي كويت معناها هادئ. she didn't like hide and seek، طبعا الجملة من فيها عندي باستخدم at all. I liked playing with a train set، طبعا عندي فعل like ما ينفعش استخدم معاه very ولا so. طب ايه اللي بتوصف الفعل او بتقوي معنى الفعل؟ كلمة really. The film isn't interesting at all، طبعا الجملة المنفية يبقى at all. أما imagined flying، طبعا الفعل imagine من الأفعال اللي بتتبع ب ing. They finished doing their project about games، برضو finish من الأفعال اللي بتتبع ب ing. I like walking، نفس الكلام like أفعال بتتبع ب ing. شيماء really enjoys playing hopscotch، طبعا الفعل عندي الفعل enjoy بستخدم معاه really، ما ينفعش استخدم معاه لا very ولا so ولا at all. My brother speaks English very well، طب انا اخترت very على اساس ايه؟ على الجملة اللي بعديها speaks like American، بيتكلم زي الامريكان، يبقى هو بيتكلم كويس قوي، يبقى very well. وليد and أسامة love singing، ليه؟ عشان الفعل love بيطبع بفعل ing. جزئية التصحيح اللي تجيلي على القاعدتين دولت هتجيلي بنفس الطريقة دي، سهلة جدا مفيش فيها أي مشكلة.